في انتظار إجابات شافية من المبعوث الأممي، تتريث الحكومة في إعلان موقفها النهائي بشأن مشاركتها في استئناف المفاوضات. تطالب الحكومة بإيضاحات تتعلق بتقديم ضمانات مكتوبة بالتزام الميليشيا بمحددات المشاورات ومرجعياتها، وعلى رأسها القرار 22/16، وتؤكد أنها تنظر بإيجابية للمشاركة في العملية السياسية واستئناف مسار الحل السياسي. تصريحات نائب مدير مكتب الرئاسة وعضو الوفد الحكومي عبدالله العليمي أوضحت أن الوفد مستعد للذهاب حين تكون ظروف إنجاح المشاورات مهيئة من خلال ضوابط وضمانات واضحة. وفي رسالتها للمبعوث الأممي، تطالب الحكومة بإجراءات لإثبات حسن النية، منها وقف التصعيد على الأرض وإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن تعز. وفي انتظار حسم الحكومة موقفها من الذهاب للمشاورات، وصل ممثلو الحوثي والمخلوع إلى عمان برفقة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد على متن طائرة واحدة في طريقهم إلى الكويت. وفي هذا الموعد والرفقة أيضا رسالة سياسية على أن تحالف الإنقلاب يريد تصوير نفسه على أنه الأكثر استعدادا للمشاركة في المشاورات في توقيتها، وتجاهل واضح من المبعوث الأممي لمطالب الحكومة واشتراطاتها بما يمثل ضغطا إضافيا عليها. المؤكد أن ولد الشيخ أحمد سيستمر في محاولة إقناع الوفد الحكومي بالمشاركة، لكن من غير المؤكد أن يقدم ضمانات مكتوبة كما يريد هذا الطرف، وسيكتفي الوسيط الدولي بتكرار أسلوبه في المراوغة وبيع الوهم. ليس الحل العادل والمنصف ما يبحث عنه ولد الشيخ أحمد بهذه الطريقة، ولن يكون عليه أن يدفع بمسار السلام إلى الأمام لمجرد عقد المفاوضات وإدارتها بالطريقة القديمة التي لا أفق لها ولا هدف سوى إنهاك المتفاوضين وإيصالهم إلى القبول بالطبخة التي تعد بعيدا عن الطاولة. يعرف المبعوث الأممي ومن ورائه أن اليمنيين في انتظار لحظة الخروج من دائرة العنف والاقتتال في بلد فاض به الدم والوجع، ويعرف جيدا أن جهود السلام تتحول إلى فصول سريالية حين يبحث الوسطاء عن النجاح الشخصي على حساب المهمة ويبيعون الوهم للملايين من المعذبين والمقهورين.